يعني كاتاناس بدا يعتمد على ربما التشكيله الاساسيه. هذه دخلة في استراتيجية تاع المدرب لما يدير الشوط الأول والشوط الثاني يغير طريقة لعب تاعه في الشوط الثاني. وربما يقدم أحسن العناصر في المرحلة الثانية لأنه كاتاناش الآن بالنسبة لي هو العودة في نتيجة المباراة من دون شك لا يريد أن ينهزم أمام المنتخب الوطني. من دون شك راح يقوم المدرب الوطني بمجموعة من التغييرات بعد قليل. كرة لستيماني لكن ضيع منه. عود لعناصر منتخب سلوفينيا بقيادة كورتيتش رقم 8 ثم العودة إلى اللاعب سيزار بوستيان رقم 5 كورتيتش مرة أخرى الخط الخلفي لمنتخب سلوفينيا بريتشكو على الجهة اليمنى تبادل بين عناصر منتخب سلوفينيا لكن دائما في منطقة منتخب سلوفينيا بينما نشوف يونس كل عناصر المنتخب الوطني تقريبا في نصف ملعب المنتخب الوطني ما عدا السودان سلوفيني يحوس يخرج الكرات باش يخرج المنتخب الوطني ونشوفوا الكره للمنتخب الوطني راه يلعب بكتله خاصه نقول في وسط الميدان لاسترجاع الكره خلى نصف الميدان لسلوفينيا يتصرف فيه كما يريد لكن عدم الاقتراب من منطقه المنتخب الوطني كره لمنتخب سلوفينيا مباشره للدفاع المنتخب الوطني كاداغورو طويلة أمامية مخالفة فعلا لصالح سفير تايدر تدخل بيرسا الباركر كرة ثابتة أخرى يونس للمنتخب الوطني خاصة من قبل فوزي غلام وكذلك سفير تايدر غلام تذكر يغير ناديه من سانت تيان الى نابولي او نابولي وشارك تقريبا في اغلب مباريات نادي نابولي كلاعب اساسي وهذا امر هو مكسب للاعب وللمنتخب الوطني هذه الكره الثابته لاول مره كره ثابته على الجهه اليمنى كل الكره الثابته جاءت على الجهه اليسرى جهه غلام كره تدخل الدفاع ثم فالتر بهذه الكره التغطية موجودة سفير تايدر أحسن ما فعل ثم جابوا يجد هذه الكرة بوغرا مجيد بوغرا أرضية سليماني ثم مجيد بوغرا رأسية وتسديدة لكن ضعيف تبقى الكرة لعناصر المنتخب الوطني نبيل بن طالب يسار ممتازة من نبيل بن طالب مراوغة بالقدم اليسار ثم تسديدة كرة جميلة لعناصر المنتخب الوطني شوفوا اللاعب بن طالب يشوف الذكاء وخاصة الثقة في النفس لما اللاعب يلعب بالرجل اليمنى والرجل اليسرى اللاعب اللي عنده خبرة وعنده تجربة في الميدان ونبيل بن طالب بإمكانه تقديم الإضافة المرجوة للمنتخب الوطني خاصة في المواعيد الهامة والمواعيد العالمية سيزار بوستيان العودة دائما إلى الخط الخلفي بوسط كورتيتش سيزار بوستيان إلى رفيقه كورتيتش تبادل كروي بين نفسي اللاعبين سيزار بوستيان القائد 31 سنة مباراة رقم 67 له مع منتخب سلوفينيا وهو من أبرز هدافي الفريق والتغيير بالنسبه للقائد سجل 5 اهداف نعم وسيم التغيير راح يكون الان من جانب المنتخب الجزائري حليش والحسن الحين يدخلوا بعد قليل بعد قليل وهو الذي يهمنا هو التغييرات من جانب المنتخب الوطني قصد اعطاء الفرصه للجميع في هذا الامتحان الجاد والجدي قبل الموعدين المتبقيين ضد سلوفينيا ضد ارمينيا او رومانيا وارمينيا جابوا بن طالب مرة ذكية لكن بعيدة نوعا ما مسعود نعم اللاعب رفيق حليش سيأخذ مكان مجيد بوغرا رفيق حليش مكان الشيخ شيخ اللاعبين مجيد بوغرا شيخ من حيث عدد المشاركات لأنه مجيد بوغرا 31 سنة فقط عمره 60 مباراة وهذه المباراة رقم 61 ذكر 4 أهداف أول مشاركة لمجيد بوغرا كانت في جوان 2004
ورفيق حليش خريج مدرسة نصر حسين داي ياخذ مكانه هو الاخر قائد الفريق لاعب اكاديميكا كويبرا البرتغالي 27 سنة مباراة 27 بالنسبة لرفيق حليش والاخر من اقدم اللاعبين في صفوف المنتخب الوطني رفيق حليش اول مشاركة له كانت في ماي 2008 ضد منتخب السنغال حتى رفيق حليش خبرة كبيرة لهذا اللاعب ابن بجراح وخريج مدرسة نصر حسين داي كرة طويلة من سفير طايدار كاين ما توصلش تقطع على مستوى الدفاع حليش وسفير طايدار إلى التماس أنا وين تحس باللي حتى اللاعب حليش داخل في استراتيجية الناخب الوطني لما عاود حليش عاود ولا المنافسة اليوم اللي تشوف الناخب الوطني في مباراة كما هذه أول تغيير اللي داروا بحليش حليش داخل في استراتيجية مدرب الوطني وخبرة كبيرة لرفيق حليش خبرة كبيرة وإمكانيات لربما صعبة إن مهمته هو الإصابات الكثيرة التي لازمت رفيق حليش أتمنى له التوفيق فيما تبقى من مشواره مع المنتخب الوطني مهدي مصطفى حذاري هذه الكرة تمريرة خاطئة لا يجب أن تكون مثل هذه التمريرات بيرسع حذاري من خطورة هذا اللاعب يتوغل لكن تمريرته خاطئة التغيير من جانب فريق سلوفينيا مع دخول اللاعب رقم 22 مارتلز أليس ويخرج أليس ويخرج اللاعب رقم 4 وخروج اللاعب رقم 4 كراين روني بدون تغيير آخر والرابع بالنسبة لمنتخب سلوفينيا تدريجيا راهو يدخل في اللاعبين الأساسيين يحاول أنه يستفيد ربما من تراجع بين قوسين البدني اللي ممكن يكون في هذه المرحلة الثانية سليماني كرة طويلة ما توصلوش دفاع في التغطية وكرة أخرى لكن المنتخب الوطني الحكم يشير إلى مخالفة وخطأ ضد اللاعب مهدي مصطفى كرة دوبين على نصر منتخب سلوفينيا ذكر متأخر في النتيجة والباحث عن هدف التعادل سيزار بوستيان هداف وقائد الفريق بيرصع تركز من هذه الكرة تعود عناصر المنتخب الوطني عناصر المنتخب الوطني باقية في منطقة وتستعيد الكرة حتى الآن بظروف مواتية سوداني يغير تماما لجابو عبد المؤمن جابو بهذه الكرة عبد المؤمن جابو ربما يسدد يفضل التمرير وتعود لعبد المؤمن جابو مرة أخرى تمريرة ذكية من هناك لكن تقطع على مستوى الدفاع على الجهة اليمنى بريشكو كان المناسب مخالفة يستفيد منها دفاع منتخب سلوفينيا إيليتش برانكو رقم 6 في هذه الكرة إلى القائد سيزار بوستيان يتذكر القائد كان سبق له وشارك في مونديال 2010 كان من بين 5 لاعبين واجهوا المنتخب الوطني في تلك المباراة مسعود نعم قلت ان التغيير الثاني راح يكون دخول لاعب الاحسن اللي راح ياخذ مكان مصطفى سبع مهدي مدحي الاحسن سياخذ مكانه بعد قليل في مكان مهدي مصطفى السبع دائما كره بين عناصر منتخب سلوفينيا التي تبحث عن الحل طويله اماميه على الجهة اليمنى في وضعية تسلل في وضعية تسلل يشير لها المساعد موسى يانوسا كاش مساحات كبيرة في وسط الميدان حسن المنتخب الوطني راه يلعب بكتلة ما كان ما خلاش مساحات نشوفوا باللي المنتخب السلوفيني راه يغير اللعب من الكرة القصيرة الكرة الطويلة علاه لأن المساحات ما كانش في وسط الميدان غير موجودة باش يلعب كرة قصيرة مهدي مصطفى سبع لاعب اجاكسي 30 سنة مباراته رقم 22 يغادر ويترك مكانه لمدحي الاحسن
لاعب خطافي 30 سنة، مباراة رقم 28 بالنسبة لمدحي الحسن. أول مباراة لمدحي الحسن كانت ضد صربيا بملعب 5 جويلية، وانهزم فيها المنتخب الوطني 3-0. هذه أول مباراة لمدحي الحسن يضيع من وادي الكرة، لكن تبقى لعناصر المنتخب الوطني. سليماني يعود لمدحي الحسن، يعود إلى الوراء، كرة لعناصر المنتخب الوطني، جابوا نجح في المراوغة، تمريرة ذكية ذكية، والهدف الثاني من سفير طايدر، لكن عبد المؤمن جابوا يقدم كرة في المستوى في هذه اللقطة، هدف ثاني مستحق للمنتخب الوطني ومفاجئ لعناصر منتخب سلوفينيا. نشوفوا اللاعب جابو كيفاش حكم في الكرة، ما مدش الكرة، نقول ما سرعش، فعلا خدا وقته ومد كرة، نقول أنا ثابتة لمن الكرة، طايدر اللي كان خارج المنطقة، شوف أنا خارج المنطقة مرر الوقت اللي خدا اللاعب جابو نقول خدا وقت كبير، الفت راسو شاف اللاعب طايدر خارج، كرة اللي مدها له نقول خارج المنطقة، وين اللاعب طايدر كانت عنده مساحة كبيرة، رفد راسه وحط الكرة في الزاوية الثانية، وين الحارس ما يقدر حتى شيء ما باش يجيب الكرة. حارس الإنتر يهزم مرتين في هذه المباراة، مع هذا الهدف الثاني من طايدر، وقبله الهدف الأول كان من السوداني، والعلامة الكاملة لعبد المؤمن جابو، يقدم في مباراة كبيرة جدا. التغيير اللي دار بين مصطفى والحسن، شوفوا باللي لعب بن طالب هو اللي ولا في وسط الميدان، خلى الجهة اليسرى لعب الحسن ولا في الاسترجاع، وخلى اللاعب الحسن كوسط ميدان على الجهة اليسرى يساند غلام، وخاصة يدير التغطية على غلام. أنا نظن على حسب رأيي الناخب الوطني غير المكان تاع بن طالب باش يعمل أكثر لحسن، باش يغطي لما غلام يطلب الكرة، لاعب لحسن هو اللي يدير التغطية، هو اللي يدير التغطية على الجهة اليسرى لغلام. والتغيير خامس بسعود، التغيير الخامس جانب منتخب سلوفينيا. نعم، راح يخرج اللاعب رقم 19 إيديس إيديكليك جوكيب. صعب جدا نطق الاسماء بالنسبه لمنتخب سلوفينيا، ويدخل في مكانه اللاعب رقم 7. تغيير اخر من جانب منتخب سلوفينيا مباشره بعد هدف طايدر، والمنتخب الوطني متقدم في النتيجه بهدفين دون مقابل. والدخول الان مسعود للاعب الجديد منتخب الجزائري فرحات زين الدين لاعب فريق اتحاد العاصمه. نعم. ستعطى له الفرصه بعد قليل. نعم. حليش، هذه الكره زيماموش سوداني يراوغ، يمرر سوداني، غير تماما جهه اللعب، وجود كادامورو سوداني او كادامورو قلت غلام، يتعرض ربما الى هذا التدخل من اللاعب بيرسا بالتر، لاعب مينواسي. فوزي غلام هو الاخر لاعب شاب 23 سنة، مشاركة رقم 5 مع المنتخب الوطني. اول مباراة قلت كانت هنا بملعب مصطفى تشاكير ضد البنين، وفيها سجل هدف. مرر هدف للغائب في غولي، كانت هذه الكره انتظيه من جانب منتخب سلوفينيا، لكن تبقى على الجهه اليسرى، عوده موفقه، تغطيه من سفير طايدر، سفير طايدر يواصل، والتغطيه ايضا حاضره من جانب عيسى مندي، كدير امس الفرنسي، حاولت المراوغه، ضيع سفير طايدر، يستفيد من المخالفه فعلا
يستفيد من